الوقفة الأولى التاريخ عندما كان خبرا على التلفزيون بسجل مدينة النبطية الجنوبية حدث تاريخي لا يشبه أي حدث آخر بلبنان. بمرحلة الاجتياح الإسرائيلي وتحديدا ب 16 تشرين الأول 1983 اشتبك الجمهور ومشخصي الملحمة الحسينية خلال مراسم عاشوراء مع قوة إسرائيلية دخلت بآلياتها مكان إقامة الذكرى بساحة النبطية. اعتبرها اليوم الانتفاضة الجماهيرية الأولى بوجه الاحتلال. طبعا هذه الكلمات اللي بنستخدمها اليوم. كيف غطى التلفزيون اللبناني هالحدث يومتها؟ منشوف الخبر بنشرة الأخبار. بين الأهالي والقوات الإسرائيلية خلال احتفالات عاشوراء، والذي أفادنا أن المواجهة بدأت عندما حاولت القوات الإسرائيلية اختراق ساحة حسينية النبطية. فجأة أطلق الإسرائيليون الرصاص دون معرفة الأسباب. المحتفلون هجموا على الدورية الإسرائيلية بالحجارة والسيوف التي كانوا يحملونها بمناسبة عاشوراء، كما أحرقوا 3 سيارات إسرائيلية وارتفعت سحب الدخان الأسود وغطت سماء المنطقة. روايات عديدة عن الحادثة، أنباء عن وقوع 8 إصابات في صفوف الإسرائيليين نفتها إسرائيل. كانت هذه مدينة النبطية من 35 سنة. الأسبوع المقبل لحظة تلفزيونية تاريخية جديدة ضمن فقرة التاريخ عندما كان خبرا على التلفزيون.